ويلكم بيانفيني، اهلا وسهلا بيكم. النهارده معانا فيديو جديد، شجره الليمون، ليمون ومن البدايه، من اول ما كانت جذوع ناشفه كده، هي في الشتاء كل ورقها بيموت وابتدى يطلع برعم صغير كده، يطلع دميله صغيره كده، ابتدت تطلع كده حاجه من قلب الجذع الاخضر اللي انت شايفه ده، ابتدت تطلع كده وبعد يعني حته كوره، وبعد كده تطلع الكوره دي بتبقى ورده، بتبقى برعم. بس هي في الاول ما تبانش ان هي حاجه كده خارجه من قلب جذع الشجر، مدوره، بعدين تبان انها تبقى زهره، يعني ابتدت تبان ان هي هتبقى زهره. والزهره دي بالمناسبه، الاول قبل ما اتكلم اكمل، الهواء، خلي بالكم الهواء ممكن يأذي شجره الليمون، لازم تخلوها جنب حيطه او حاجه. بس الشمس مهمه للليمون، الشمس مهمه جدا للليمون، لكن لازم تغدريها. ابتدى شويه ورق صغيرين يطلعوا، مفيش ورق لسه طلع، يعني لسه مفيش ولا ورقه طلعت، ابتدى يبقى يظهر كام ورقه صغيره قوي كده، تطلع تظهر الورقه الصغيره، ابتدى الورد يفتح والنحل يدور عليها عشان يلقحها، والهواء برضو اللي عامل يعني الهواء الخفيف بيقدر يلقح برضو الزهور دي او البراعم، البرعم ده لما يبقى وردة يلقحه، وابتدى الورق يطلع خفيف قوي، صغير جدا ما تقدرش لسه تشوفه، ورقة ما تبانش، الورقة صغيرة قوي، الوردة كبيرة والورق صغير، بعد كده العكس، الورق هيكبر بعد شويه، الورق هيكبر. طبعا لو الهواء خطر الهواء الجامد على الليمون، بس الليمون محتاج شمس جامده، الليمون عايز شمس. شايفين الورقه صغيره والزهره كبيره، الزهره كبيره جدا بالمقارنه بالورق، الورق صغير جدا والزهره كبيره جدا، بعد كده الورق هيبتدي يكبر، من قلب الورده دي يطلع كل ورده تطلع ليمونه، كل ورده من دول بتطلع ليمونه. النوع ده فيه شوك، النوع الليمون ده بيبقى فيه شوك، خلي بالكم الشوك. ابتدى الورق خلاص يدبل شويه والليمونه جوه الورقه ظهر، ده نقطه جوه الورقه، نقطه بس باينه، يعني باين ان في حاجه جوه الورده، والورد ده يبتدي يدبل ويقع ويموت والليمونه تطلع. خلاص فتح جامد الورد، فتح جامد جدا، يعني الورد بتاعها الابيض، ابيض بياض وجميل. خلاص الورق وقع والليمونه ابتدت تظهر، اول ما الورق يقع الليمونه ابتدت تبان، بقى تبان الليمونه. خلاص الورد الابيض وقع والليمونه من جوه ظهرت كوره صغيره كده، كوره صغيره قوي. الورق ابتدى يكبر، لو لاحظتوا ركزوا مع الورق هتلاقوا الورق ابتدى يكبر شويه، هيبتدي يبقى اكبر من الورده، الورده هيبتدت تقع وتظهر الليمونه، تظهر ليمونه، الورده تقع وتظهر ليمونه، تبان بقى الليمونه، تبتدي تبان، يعني تقدر تشوفها بعينك المجرده عادي، من غير ما تتعب انك تدور عليها. كبرت الليمونه والورق خلاص، الورد ابتدى اغلبيته يقع، كل ما الورد اللي وقع عرف ان الليمونه دي هتطلع اكبر من الورده لسه شويه، الورد حسب التلقيح وطلع الاول ادي، يعني بيطلع ليمون صغير ليمون كبير وهكذا، بس لو سبته هيكبر، لو سبته على الشجره، يعني خدت الكبير بس وسبته الصغير هيكبر الصغير، ويبتدي الليمون زي ما انت ما شايف كده يبان بقى، معالمه تبان، والورده تختفي والورق يكبر، الورق الاخضر بتاعه ورقه جميل وريحته حلوه، ريحه الليمون جميله، ريحه الورق الليمون انا بحبها مبدئيا، يعني بحب ريحه ورق الليمون، الورق اللي يعني تقرب من الشجره تحس ان في ريحه جميله طالعه من ورق الليمون، ويبتدي الورق الاخضر ينتشر جامد، والورق الابيض يبتدي يموت، والليمونه تطلع زي ما انتم شايفين كده بليه صغيره لسه يعني لسه هتقول يا هادي. شايفين الشوك، في شويه شوك، النوع ده مش كل الليمون فيه شوك، بس النوع ده من الليمون فيه شوك، النوع ده من الليمون فيه شوك. في طبعا ورد لسه
ورد خلاص ما قبل وطلع الورد اللي لسه ده هيطلع ليمون، هيطلع ليمون، بتطلع كميه كبيره وشجره صغيره مش كبيره، شجره صغيره. الورق عمال يكبر والليمون عمال، والورق والورد او الزهره عماله تموت والليمون يطلع، ليمون وورق يظهروا. بعد شويه مش هتلاقي ولا زهره، هتلاقي ليمون بس وورق. والورق ده بيكبر بيبقى جميل، ورق الليمون حلو، شجر الليمون ورقه حلو. خلاص الليمون ابتدى يبان له معالم، والورد خلاص دبلت وقعت. مش كل الورد زي ما انتوا شايفين، بس اغلبيه الورد غير الاول. الاول كانت مكبوسه ورد، مكبوسه ورد في الاول، دلوقتي خلاص بقت بقت مكبوسه خلاص. كبر الليمون، ابتدى الليمون يكبر. في ليمونه يعني تشوف كده من بعيد، تقدر تشوفها ان في ليمونه. الاول ما كنتش شايف حاجه، شايف نقطه في بحر يعني. الورق بتاعها ابتدى يكبر والليمون ابتدى يكبر. في ليمون صغير وليمون كبير، سيب الصغير هيكبر، ما تقطعوه، سيبه هيكبر. خد الكبير بس، يعني انت خد الكبير والصغير سيبه، هيكبر الصغير. خلي بالك من الشوك، في شوك شوكتها صعبة شوية يعني، عشان خاطر الشوك ده معمول عشان الطيور ما تجيش ناحيته، مع ان الليمون صعب يعني، صعب ان الطيور تاكله، بس اوكي. معرفش ليه الشجرة دي فيها شوك، وشوكها شجرة الاستفندي كمان فيها شوك، بس برضو مش عارف ليه يعني. شجرة الاستفندي كمان فيها شوك يعني، عندي شجرة الاستفندي فيها شوك، الشجرة فيها شوك، مش عارف ليه الشجر. في انواع يعني، هي انواع الحمضيات، ده شجر حمضيات. بالمناسبة ممكن تحط له التربة شوية خل صغيرين، شوية صغيرة بس مش كتير، عشان دي تربة قلوية يعني، يعني عايزة شوية حمضية اسمها، مش عارف بيسموها ايه، بس اوكي يعني مش عارف. الليمون ابتدى يبان اهو، يعني ابتدى تقدر تمسكه يعني. انا واحد نصحني انا ان انا ان الليمون عايز له نقطه خل، وانا وافقت وطلع نتيجه حلوه، فحبيت اقول لكم المعلومه يعني، مجانا اخذتم مجانا اعطوا يعني، انا اخذت المعلومه ببلاش وبديها لكم ببلاش. ابتدت الورق يكبر قوي يغطي على الليمون، وانت بتقطعه خلي بالك من الشوك. ابتدى الليمون يكبر والورق يكتر. اشكركم مرة تانية، ولو في اي سؤال تحت امرك. شكرا لكم.